اهلا بيكم في قناة نجوم ومشاهير. ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. يلا بينا نبدأ الفيديو. فيديو النهاردة هنتكلم عن الفنان الجميل احمد خالد صالح ابن الفنان الراحل خالد صالح، وعن حياته الشخصية، عن ديانته وعائلته وزوجته وجنسيته، معلومات كاملة عن عائلته ومشواره الفني، وعن اهم الاعمال اللي قدمها من مسلسلات وافلام، وعن أعماله القادمة. خليكم معايا لآخر الفيديو. الاسم بالكامل أحمد خالد صالح، تاريخ الميلاد 29 نوفمبر عام 1992، اتولد في القاهرة، الجنسية مصري، الديانة مسلم، العمر 27 سنة. معلومات وتفاصيل كاملة عن الفنان أحمد خالد صالح. هو ممثل مصري نجل النجم الراحل خالد صالح، هو خريج جامعة أمريكية قسم مسرح، وتابع أحمد أنه درس في الجامعة الأمريكية سياسة واقتصاد، وكان محبا للتاريخ، وعندما بدأ دراسة السياسة والاقتصاد وجد الدراسة نظرية فقط، ووجد نفسه لا يطبق ما درسه على أرض الواقع، فاتجه بعد ذلك للتمثيل الذي لم يكن في حساباته، ولكن قرر أن يأخذ كورس مسرح في الجامعة. الحالة الاجتماعية، هو مرتبط بالفنانة الجميلة هنادي مهنا بنت الموسيقار هاني مهنا، ولقد عقد حفل خطوبة صغير جدا يضم العائلتين فقط، وقال انه يشعر ان والده يحضر معه لحظة بلحظة، وانه حس بفرحته كأنه معه بالفعل ولم يغيب عنه لحظة في هذا اليوم، ولقد صرحوا ان عقد اقرانهم سيكون في اقرب وقت ممكن بعد ان ينتهوا من تصوير اعمالهم التلفزيونية. أكد الفنان الشاب أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح أنه كان يفتخر بوالده عندما يذهب معه إلى اللوكيشن أو المسرح، وكان يشعر بالانبهار الشديد بسحر المكان وصمت المسرح. فتحدث أحمد خلال حواره لبرنامج 8 الصبح المذاع على شاشة دي ام سي عن أحد المواقف مع والده أثناء تصويره لفيلم ابن القنصل بالأسكندرية. حدث شيء كان علامة على حبه للتمثيل وأنه يكذب على نفسه، وعندما كان يشاهد والده وأحمد السقا أثناء التمثيل كان يركز جدا معهم، وقال وجدت مساعد المخرج يسألني أنت عايز تمثل؟ أنت مش متخيل لمعة عيني كانت عاملة إزاي وأنا بتفرج عليهم. واستكمل أحمد أنه أكتر من مرة بعد حضور أيام تصوير مع والده كان يذهب ويحاول إعادة تمثيل المشهد أمام المرآة، وهنا اكتشف صعوبة التمثيل وإن الموضوع ليس سهلا على الإطلاق. وأضاف إن والده الفنان الراحل خالد صالح تحدث معه أكثر من مرة حول دخوله عالم التمثيل والوسط الفني، كما إنه لم يحضر أول عرض مسرحي له ولم يشاهده وهو يمثل من قبل، فكان دائم القلق عليه من دخول عالم التمثيل ويخشى عليه من المقارنة بينهما. كشف أحمد خالد صالح عن دور عرض على والده قبل وفاته قائلا قريت دور اتعرض على بابا، كان فيلم اسمه الولد تأليف بلال فضل، وفي يوم كنت مستني بابا في العربية والسيناريو كان موجود، فتحته وقريته والوقت مر لحد ما خلصته، ولما جه قلت له الفيلم ده مش هيتعمل غير وانا فيه. بداية مشواره الفني في التمثيل. أحمد خالد صالح تجربته التمثيلية الأولى في الدراما التلفزيونية، حيث قدم سابقا عروضا مسرحية على مسرح الجامعة الأمريكية وآخرها عسكر وحرامية. بدأ مسيرته في الفن من خلال عروض مسرحية على مسرح الجامعة خلال دراسته فيها. يخوض أول تجاربه في التمثيل بمسلسل 30 يوم بطولة آسر ياسين وباسل خياط ونجلاء بدر وإنجل مقدم. تجربته في مسلسل 30 يوم قال كانت أول تجربة بروفيشنال بالنسبة لي، بدأنا أول يوم تصوير في المسلسل تاني يوم تخرجي واستلام الشهادة مباشرة، وكنت مخضوض وكان باين عليا. والعمل التاني له والذي حقق فيه نجاحا كبيرا وهو دور منصور فخ، عرض العمل لأول مرة في رمضان عام 2018، وتدور الأحداث بتاعته حول الضابط الصعيدي زين والذي يخدم في جهاز الشرطة، يتم خيانته في الآخر من أقرب الناس له ويدخل في حرب مع هتلر ونهايته مؤلمة.
وتابع نجم مسلسل نسر الصعيد انه لم يكن يعترف بانبهاره بعالم التمثيل، انه كان يرفض ان يكون مثل والده، وقال كنت اصر على انني لن اعيش في جلباب ابي، بس دلوقتي بقيت جوه جلباب ابي متخيط عليا. واضاف انه كان طول فترة تصوير المسلسل متخوفا الا يكون اداؤه جيدا بالشكل المطلوب، وان فريق العمل يجامله من اجل اسم والده، واستمر معه هذا الاحساس حتى نهاية اخر مشهد من المسلسل. يذكر ان الفنان احمد خالد صالح شارك مؤخرا في بطولة مسلسل ابو جبل، بطولة كل من مصطفى شعبان وحسن حسني ومحمود البزاوي، وشارك ايضا في مسلسل قبيل بدور سامر. وتدور احداث المسلسل في اطار الاثارة والتشويق حول جريمة قتل الفتاة، وشارك ايضا في بطولة مسلسل زودياك بطولة اسماء ابو اليزيد وهند عبد الحليم وخالد انور ومي الغيتي، وهو مقتبس من رواية حظك اليوم للكاتب الراحل احمد خالد توفيق. اهم اعماله القادمة، يشارك الفنان احمد خالد صالح في فيلم شريط 6 من تأليف محمود حمدان واخراج محمد سلامة، ويشارك في العمل الفنان طار عماد والفنان خالد انور، ومن المقرر ان يتم التصوير في مصر على ان يتجه فريق العمل الى احدى الدول لتصوير بعض المشاهد الخارجية، ومن المقرر ان يعرض الفيلم في موسم نصف العام الدراسي. وقال مؤلف العمل في تصريح خاص للمصراوي ان قصة الفيلم تدور حول طبيب امراض نفسية مهتم بمعالجة قضايا الشباب، وتدور احداثه في اطار مثير ومشوق، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية. ويشارك ايضا في عام 2020 بمسلسل كل اسبوع يوم جمعة للنجمة منة شلبي واسر ياسين، وهو رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد. تم إصدار الرواية عام 2009 وصدر لها العديد من الطبعات من الدار المصرية اللبنانية، وترجمت للعديد من اللغات الأخرى. وتحكي الرواية عن جروب افتراضي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نتابع من خلاله بعض الجرائم الغامضة، ونكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثير من التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال. أهم أعمال الفنان أحمد خالد صالح من مسلسلات وأفلام: في عام 2020 عمل أكثر من مسلسل، ومنهم في كل أسبوع يوم جمعة ومسلسل شريط 6 ومسلسل الجميل طبعا الاختيار مع الفنان الجميل أمير كرارة لدور النقيب يوسف أحمد، كان طالع ضيف شرف. والمسلسل الجميل أيضا مسلسل الفتوة مع ياسر جلال وأحمد صلاح حسني وهنادي مهنا بدور الشيخ مبروك. وعمل أيضا مسلسلات كتير تاني، ومنها مسلسل أبو جبل بدور فادي، ومسلسل زودياك بدور عزت، ومسلسل قابيل بدور سامر، ومسلسل نسر الصعيد بدور منصور فخر، ومسلسل 30 يوم، وتراب الماس بدور ضابط الصيدلية. أما الأفلام فعمل فيلم العارف عودة يونس عام 2020 أيضا. وبكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا أول بأول. كانت معاكم قناة نجوم ومشاهير.